مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم من هذا الموقع من ميدان الدستور للهجرة العربية الاصيلة بمنطقة المرموم بامارة دبي في انطلاقة اشواط مساء هذا اليوم، مساء هجن اصحاب السمو الشيوخ من سن الحجايق، ومسافتنا هي 3 كيلومترات ولدينا 10 اشواط في هذا المساء. ترحيبنا بسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني المتواجد شخصيا للمتابعة هنا على ارضية هذا الميدان. نرحب بجميع المتابعين الكرام ونبحر معاكم سويا في المراكز 10 الاولى في شوطنا الاول الرئيسي للابكار الحجايق، وبداية بوصال لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع علي بن فراج المري في التضمير المركز الثاني، وتاتي النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري هملولة، من تأتي ثالثا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار احمد في التضمير، وعلى المركز الرابع تأتينا مسكتة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، وفي المركز الخامس وصول من هنا الشبابية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي في التضمير، وسادس المراكز الشاهنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع يمعى بن خميس لغويص، وسابع المراكز وصايا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بن بخيت، ووصول من النخلي على المركز الثامن، والنخلي الاخرى على المركز التاسع، وايضا هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري سيطرة، من تأتي على المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لاكتبي. هذه هي النتائج للمراكز 10 الاولى، ونعود الى هملولة من تسيطر على زمام الامور، تسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار احمد في التضمير، وهنا القدوم من وصال لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني الضيفة القادمة من ميدان الشحانية للمشاركة هنا على ارضية هذا الميدان بقيادة ابو مبارك علي بن فراج المري، من تأتينا ثانيا والثالث المراكز. هنا المقادمة الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم محمد بن الضعيف بن غدير لقتبي، وهناك سيطرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي. حريصة القادمة على المركز الخامس لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة السويدي، وهناك شاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع يمعى بن خميس لغويس، ولكن وصال واصلة الانطلاق، واصلة التحدي، واصلة الانفراد، وصال هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع علي بن فراج المري، من اطلق بوصال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. الضيفة القادمة من ميدان الشحانية، نرحب بالجميع هنا على ارضية هذا الميدان بهذا الانطلاق الجميل، المركز الثاني وحريصة على المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتحدي سالم بن سعيد من منانة السويدي، من تأتي على المركز الثاني. وهنا نعود مع 200 متر الاخيرة، وهنا وصال على صدارة، وصال على المقدمة على المركز الاول. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني على هذا الفوز الجميل لوصال، وتهانينا العلي بن فراج المري ولحظة وصولها الى خط النهاية من الفوز والناموس. المركز الثاني حريصة سمو
الشيخ احمد بن محمد بن رائب سعيد مكتوم المركز الثالث سيطر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم المركز الخامس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رائب سعيد مكتوم وسادسا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم سابعا ايضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم ثامنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم تاسعا معالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد عاشرا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائب سعيد مكتوم والتوقيت الزمني الذي سجلته وصال 4:32 هو التوقيت الزمني مع وصال تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني تهانينا العلي بن فراج المري.